ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، سأتوقف معك عند وصول أدبيبة إلى طبرق. هل مشاركة أدبيبة في جلسة الغد تعني أنه سيتم التوصل إلى حل للخلافات، وبشكل خاص فيما يخص تمرير الميزانية وكل النقاط الخلافية حول هذا الموضوع؟ هذا ما يأمله على الأقل مبدئيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة، والذي أعرب في مرات كثيرة على أمله أن ينجح مجلس النواب في المصادقة على مشروع الميزانية المقدم من قبل حكومة الوحدة الوطنية. نتحدث هنا على إقرار الميزانية المعدل للمرة الثالثة من قبل حكومة الوحدة الوطنية. بالفعل ربما قبل ساعتين فقط وصل السيد عبد الحميد دبيبة إلى مدينة طبرق في ثالث ربما زيارة لرئيس الحكومة. كانت الزيارتين السابقتين بداية بعد أن وقع الاختيار على السيد دبيبة كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، الزيارة الثانية كانت لأداء اليمين الدستورية والقسم أمام أعضاء مجلس النواب. هذه الزيارة تأتي في توقيت هناك الكثير من التجاذبات بين أعضاء البرلمان حول مسألة إقرار الميزانية، كذلك أيهما يسبق عن الآخر، هل حسم المناصب السيادية يأتي بداية ثم يتبعه إقرار الميزانية العامة. لكن عن طريق تواصلنا مع المكتب الإعلامي التابع لرئاسة مجلس النواب، هناك تأكيدات على أن الجلسة التي ستخصص يوم الغد هي بداية سوف تكون لاستجواب السيد عبد الحميد دبيبة، الإجابة على بعض التساؤلات من أعضاء البرلمان حول عدة قضايا، منها على سبيل المثال هذا التوسع في الميزانية التي توصف بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، كذلك بعض ما يقول أو كما يقول بعض الأعضاء من البرلمان هناك تجاوزات على مستوى إداري ومالي قام بها السيد عبد الحميد دبيبة، أو بعض الوزراء ربما أبرزها تكليف رئيس لجهاز المخابرات، وكذلك فيما يخص تعدي رئيس الحكومة على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي مثل على سبيل المثال التمثيل الدبلوماسي في الخارج. هذه الأمور بالإضافة لمسألة الميزانية كلها ستناقش في جلسة يوم الغد في المقر المؤقت لعقد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق. حتى هذه اللحظة وربما بمجرد وصول السيد عبد الحميد دبيبة أجرينا عدة صلوات مع عدد من أعضاء مجلس النواب الذين يقولون بأن قدوم السيد عبد الحميد دبيبة يوم الغد ومثوله أمام أعضاء مجلس النواب بناء على طلبات هيئة الرئاسة والكثير من أعضاء مجلس النواب هو يعد بحد ذاته بادرة جيدة، وكذلك يتنم عن حسن النوايا. وغدا ستناقش مسألة حسم الميزانية من عدمها، يترك الأمر لأعضاء مجلس النواب للتصويت وربما لإبداء بعض الآراء، ربما مزيد من التقليص أو أن يتم ربما حجب أو تجميد بعض البنود التي قدمها السيد دبيبة. ماذا عن مسألة تعيين وزير الدفاع تحديدا؟ هل سيتم مناقشة هذا الموضوع لحسمه؟ لم أسمع السؤال كاثرين. ماذا عن تعيين وزير الدفاع تحديدا والتأكيد على حسم هذا الموضوع؟ منصب وزير الدفاع الذي احتفظ به السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منذ 3 أشهر حتى هذه اللحظة، ذكر السيد عبد الحميد دبيبة ذلك يأتي بأن كل الأطراف السياسية تسعى بالظفر بهذا المنصب وعدم وجود حتى هذه اللحظة أي من الشخصيات المقدمة على المستوى العسكري يمكن أن تحظى بتوافق كل القوى العسكرية في ليبيا. هذا على الأقل ما ذكره السيد عبد الحميد دبيبة في أكثر من مناسبة. هناك طلب من قبل اللجنة العسكرية 5+5 إلى مجلس النواب بمسألة بعض الشروط الواجب توفرها في من سوف يشغل منصب وزير الدفاع. السيد عبد الحميد دبيبة مطالب فيما يخص بجزئية وزارة الدفاع على وجه الخصوص، وكذلك على مستوى قيادة الجيش على سبيل المثال، منها منصب رئيس الأركان، والذي من الواضح أن السيد عبد الحميد دبيبة هو قد انحاز لطرف بعينه. هذا الأمر كان دائما يذكره حتى بعض المسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية وكثير من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسات الأسابيع الماضية. هذا الأمر أدى بشكل كبير أن يكون هناك ربما موجة غضب من قبل أعضاء مجلس النواب في إقليم برقة شرق البلاد. منصب وزير الدفاع سوف يكون حاضرا وبقوة في جلسة يوم الغد، ليترك الأمر للسيد عبد الحميد دبيبة الإجابة على حول كثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل أعضاء مجلس النواب. مراسل الغد عبد العزيز الفاخري كنت معنا من بنغازي، شكرا لك.